الهجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم مهاجر معاك. مبسوطه جدا ان نتقابل معاكم كمان مره النهارده. كل اسبوع بنتقابل، بس ابتدينا سلسله حلقات من الاسبوع اللي فات مع الاستاذ سام جرجس، عن بيشرح لنا بصراحه حته جديده جدا في التامين. يمكن سمعنا كتير قوي قوي عن التامين ومجالات التامين مختلفه، لكن هو بيشرح لنا وكانه عامل لنا كده خريطه تبقى في ذهننا حلوه عن انواع التامين وانواع الشركات وايه الفرق بين التامين التجاري والتامين العادي اللي احنا متعودين عليه وعارفينه. ابتدينا الحلقه المره اللي فاتت، يا ريت ترجعوا لها علشان تبقى سلسله حلقات كده تفيدكم وتبقى مسلسله في ذهنكم. ان شاء الله هنتكلم النهارده برضه مكملين عن انواع الشركات حتت جديده، وعن التامين التجاري وايه هو بالظبط والتفاصيل اللي احنا ما قدرناش نغطيها في الحلقه اللي فاتت. خلوني ارحب بالاستاذ سام معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اختي، ازي حضرتك؟ منورنا جدا، وربنا يباركك على وقتك وعلى المجهود اللي انت مديهولنا. شكرا، كتر الف خيرك. طيب، يعني ابتدينا طبعا باستفاضه جميله، فرشنا زي فرشه كده للمشاهد الحلقه اللي فاتت، ونفسنا تكمل لنا. يعني قلت لنا عن انواع في الشركات، هل في اضافه في حته انواع الشركات تاني نكون نغطيها اكتر؟ تمام، هو زي ما حضرتك قلت، طبعا انا بشكرك جدا على الـ يعني الشرح والسرد الجميل اللي حضرتك وقلتي، اثرتي نقطتين مهمين. النقطة المهمة اللي حضرتك اثرتيها ان الناس لازم فعلا ترجع للحلقة الاولانية علشان تحس انها ماشية في نفس الـ في نفس الـ يعني في نفس الخط، عشان لو انت سمعت الحلقة دي مستقلة مش هتقدر تستفيد من الحلقة اللي فاتت. والحاجة التانية حضرتك اثرتيها عن الشركات، فعلا احنا اتكلمنا عن الشركات بس نسينا نقول حتة مهمة قوي. لما تسمع الحلقة اللي فاتت وتيجي تسمع الحتة دي هتبقى مهمة، يعني مهم انك تفهم ان انواع انشطة الشركات، يا اما شركه تكون شركه خدميه، يا اما تكون شركه تجاريه، يا اما تكون شركه صناعيه. من الاسم تقدر تفهمها، يعني انت وانت بتاسس بيزنس، لو عاوز تاسس بيزنس او لو عندك بيزنس تبقى عارف ان انت ودي مفيده ليك. مفيده ليك، لانك انت ما ينفعش مثلا تعمل شركه خدميه وتكون انت بتصنع، او تنفع تعمل شركه كده، لان الارتيكل بتاعك اللي هو التسجيل بتاعك بيبقى مكتوب فيه نشاط شركتك ايه. يعني من ضمن حاجات، مثلا قابلني عميل جالي انه مسجل شركته انها شركه كونستراكشنز وكان عاوز يعمل بيها شركه ترانسبورتيشن. ما ينفعش. لازم تغير نشاط الشركه. يعني يا اما نشاط شركتك يكون نشاط شركه خدميه، يبقى انت بتقدم خدمه سيرفيس. يعني المحامي سيرفيس، الانشورنس سيرفيس، الكلينيك سيرفيس، هو ما بيبيعش اي سلعه. أيوه. هو بيقدم خدمه دي، الكونتراكتور سيرفيس. شركه تجاريه، يبقى انت بتشتري وبتبيع. او بتستورد، او بتشتري وبتبيع، يبقى بتحقق ربح نتيجه انك بتبيع سلعه. الاولانيه بتحقق ربح نتيجه انك بتقدم خدمه، بتعمل خدمه. الثانيه بتحقق ربح نتيجه انك بتبيع سلعه. شركه تجاريه بتشتري وبتبيع، بالفرق بتعمل بروفيت في الحته بتاعتها. النوع الثالث شركه صناعيه، بتصنع، بتخلق حاجه من لا شيء، بتجيب رو ماتيريال خامات وبتصنع وبتبيعها از هول سيلر، فده تعتبر شركه صناعيه. ده انواع الانشطه بتاعت الشركات، ولازم تكون انت مدرك انت شركتك متصنفه ايه علشان ما تقعش في خطا في انك انت تبقى بتكتب في تصنيف شركتك حاجه وانت بتعمل حاجه ثانيه، ده ممكن يعمل لك ضرر. اتكلمنا برضو المره اللي فاتت عن انواع التامين، وذكرت لنا حضرتك ان في 5 انواع. تمام، عايزين بقى واحده واحده كده ناخدهم بالتفصيل شويه عشان نفهم مع بعض. طيب، احنا اثرنا المره اللي فاتت ان في 5L اللي هم الفايف لايبيليتيز اللي على اي مشروع تجاري. تمام. الفايف إلز دول، اول واحده فيهم قلنا جنرال لايبيليتي اللي هي المسؤوليه العامه.
الجنرال ابيليتي عاده بتبقى المينيمم ريكويرمنت في نص مليون وفي ربع مليون، بس مفيش كونتراكتور بيطلب منك اقل من مليون. الاجريجيت بتاعها اللي هو في السنه، في ناس بتاخد 1 مليون على 1 مليون، يعني الكيس الواحده الحاله الواحده القص تبقى 1 مليون دولار اب تو 1 مليون دولار، لحد مليون دولار يقدروا يدفعوا لك في المسؤوليه العامه، والاجريجيت بتاعك 2 مليون يعني يقدر يغطي لك لحد حالتين في السنه. فده اسمه اللي هو الجنرال. ايه بقى الجنرال ليبيليتي؟ هديك امثله عشان تقدر تفهمني. او ادي حاجه مثلا حضرتك فاتحه عياده وواحده داخله، وهي داخله على الباب الموظف اللي عندي كان ماسح وساب الارض مبلوله وراحت اتزحلقت، دي جنرال ليبيليتي. عندك يافطه على المحل بتاعك واليافطه دي وقعت على راس واحد، دي جنرال ليبيليتي، دي مسؤوليه عامه، مسؤوليتك تجاه الغير. مثلا حضرتك كنت عندك حد دخل موظف عندك ونتيجه انه هديك مثلا انت سمول بزنس سوري مثلا موتيل صغير وكان عندك عميل نزيل استخدم صابون والصابون عمل له حساسيه، دي جنرال ليبيليتي. كل ما هو مسؤوليه عامه اتجاه الكلاينت اتجاه زبونك. وده يتطبق على البيت كمان، زوار البيوت يعني. دي حاجه تانية اختي فيبي اسمها البيرسونال لايبيليتي. ده في البيرسونال بروبرتي، دي بنشرحها بالحاجات اللي هي بيرسونال. احنا بنتكلم على التامين التجاري، المسؤوليه التجاريه التي تقع عليك في انك انت صاحب عمل ونتيجه صاحب عمل حصل اصابه او حصل ضرر للموظفين. لا مش او العملاء. لا الموظفين اسمها وركر كومبنسيشن، للعملاء او للغريب، مش للجار. جارك. طب افرض للموظف. لا الموظف دي اسمها worker compensation. يعني طب مش هنجيبها دي رقم أربعة. تقع مسؤولية عليه برضه. تقع مسؤولية، ما احنا قلنا في 5 L's احنا نشرح ال L الأولاني. أشكرك على فكرة دي حتة ذكية جدا، يعني أنت كده من غير ما يعني تشعري ده خطأ بيقع فيه. في فرق ما بين الجنرال liability وما بين الworker compensations. الجنرال liability مسؤوليتك أنت كصاحب عمل اتجاه الجميع إلا الموظفين. إلا الموظفين. وإلا نفسك طبعا. ايوه. يعني مسؤوليتك اتجاه الاخرين، يعني اتجاه الجار، اتجاه العميل، اتجاه الفندرز. ممكن فندرز يشتكيك. يعني ممكن مثلا في النشاط التجاري ممكن ينزل لك منتج ويكون متفق معاك في العقد انك تبيعه بسعر معين، وانت تكسر العقد ده وتبيعه بسعر تاني ويرفع عليك قضيه. يبقى اي مسؤوليه تقع عليك كصاحب عمل على اي حد، على اي جهه، على اي الا نفسك والموظفين. طب حلوه قوي دي، وضحتها لنا فعلا، بتلخبط. طيب صح. طيب النوع الثاني. حلو. النوع الثاني بقى اسمه الكوميرشال امبريلا، اللي هي المظله التامينيه التجاريه. في النوع الاولاني في الجنرال بيلتي احنا قلنا 1 اوفر 2، يعني 1 مليون للكيس اوفر 2 مليون. النوع الثاني الاعلى شويه، الليفل الاعلى شويه، انك انت تبقى اب تو 2 مليون لحد 4 مليون، 2 مليون ل 4 مليون. تقول لي طب انا ايه الفرق بين دي ودي؟ الفرق الاوبليجيشن اللي عليك، الالزام اللي عليك من الفندور بتاعك او من اللاند لورد اللي ماجر لك. اوكي. اللاند لورد لازم يلزمك. يعني انت لو هتاجر عياده، لو هتاجر مستشفى، لو هتاجر مش عارف ايه، اللاند لورد بيلزمك بجنرال ده. اوكي. فحسب الزامه لي وحسب انت قدرتك في انك انت عاوز تامن نفسك فور 100%. يعني بعد الشر لو انت مثلا مامن بمليون دولار والاجريجيت بتاعك 1 مليون دولار والحكم القاضي حكم عليك بمليون ونص، هم هيدفعوا لك المليون، النص مليون لسه الزامك صح، مسؤوليتك. وشرحنا في الحلقه اللي فاتت اذا كنت هيرجعوا عليك ولا لا. ده تاني حاجه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه المظله بنحتاجها ليه؟ بنقول ان ساعات الشريحه التامينيه اللي انا اخترتها او الكفرج التغطيه اللي اخترتها مش كافيه. فبعمل حاجه اسمها امبريلا. او عندي اكتر من نشاط تجاري فبعمل لها حاجه اسمها امبريلا. تغطيه. كوميرشال امبريلا. وفي فرق بين الكوميرشال امبريلا والبيرسونال امبريلا. البيرسونال امبريلا دي في حاجات البيرسونال. حاجه ثانيه. لكن الكوميرشال امبريلا دي مظله تامينيه تجاريه للبيزنس فقط. ما تغطيش التايتل بتاعك في البيت. تغطي البيزنس بتاعك بس. ده النوع الثاني. النوع الثالث بقى
وده عاوز حلقه لوحده. ايوه لان ده نشكر ربنا احنا يعني احنا متكلمين اللغه العربيه اللي متخصصين في النوع الثالث ده. يعني مفيش حد في اللغه العربيه متخصص في الليفري انشورنس والكوميرشال اوتو انشورنس. يعني فده الثالث، ده الثالث النوع الثالث اللي هو التامين على المسؤوليه التجاريه للسياره التجاريه مش سياره البيت. اللي هي زي ايه؟ اللي هي بقى لو حضرتك ليموزين مثلا. لا ده هقول لحضرتك الليموزين ده هما ثلاث انواع وهنشرحهم في حلقه مستقله. طيب يعني مثلا هديك مثل قريب، انت بتشتغل كونستراكشنز انسبكتور مثلا. اللي هو بتشتغل تمام اللي هو بيجي يعين الانسبكتور اللي هو المعاينه. اللي هو المعاين اللي بيعين. أيوة. فبتستخدم عربيتك تجاري، فقررت تعمل كوميرشال اوتو تجاري لان الفيندور اللي بيديك الشغل الزمك بكده. اوكي. فبتعمل مثلا بتعمل العربيه اللي انت بتتحرك بيها في بين شغلك بتعملها تامين تجاري. ده تامين تجاري. ده نوع من انواع التامين التجاري. في نوع تاني انك انت صاحب شركه كارجو بتنقل خدمات، فالعربيه تامين تجاري. او عندك عياده وبتنقل يعني العربيه اللي بتشتغل بيها في البيزنس وهي باسم البيزنس دي تامين تجاري. تمام عشان بس نبقى بالظبط كده. بالظبط ده النوع الثالث من اللايبيليتي. النوع الرابع بقى اسمه الوركر كومبنسيشنز. الوركرز كومبنسيشنز اللي هو المسؤوليه التجاريه، مسؤوليتك انت كصاحب عمل اتجاه الموظفين عندك. ايوه ودي اللي حضرتك اثرتيها وشرحناها. في فرق ما بينها، يعني انت احنا في الاولانيه قلنا مسؤوليتك ما هم للغير ما عدا موظفينك. تمام. لكن دي مسؤوليتك لموظفينك انت. ازاي؟ لسه كيس قريبه حصله مثلا معايا مع حد من العملاء. نيرس كانت في بيت هوسبيتال وهي بتعالج الكلب على الظهر. اوكي. هي تتعالج منين؟ من البوليسي. ده اصابه عمل. او عندك كونتراكتور وهو ماشي وقعت عليه طوبه في الموقع العمل. او مثلا اي اصابه عمل اسمها اصابه عمل. دي بقى في حاجتين لازم تعرفهم، انت اكسكلودد منها، انت مستثنى منها. بتسال سؤال خطير قوي، طب وانا اروح فين؟ هبقول لك تروح فين بعدين. أيوة. ده موضوع تاني. طب هتقوله بالمره. لا عشان ده قصه لوحدها. طيب. لكن انت ومدير العمل مستثنين منها، المديرين والاوفيسر واصحاب العمل مستثنين منها. اكسكلودد، ما ينفعش انت تخش فيها لانك مش هتشتكي نفسك. يعني انت هتقول انا هشتكي نفسك، لكن لو حصل لك انت اصابه دي ليها موضوع تاني نشرحه. ليها قصه تانية اسمها ديسابيليتي انشورنس وموضوع تاني، يعني والهيلث انشورنس بيغطي ايه والديسابيليتي بتغطي ايه، ده موضوع تاني. لكن يكفيني انك انت تبقى عارف في دي ان ده مسؤوليتك اتجاه الموظف اللي بيشتغل عندك لو حصلت له اصابه عمل. الحاجه الثانيه الخطيره اللي لازم الفت نظرك ليها عشان تبقى عارفها، ان لازم يكون بيشتغل معاك على دبليو 2 مش على 1099. تمام، برافو اختي فيبي، شاطره. لا شاطره، احنا في الموضوع فعلا. لا انا بشكرك على الـ 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 النقط اللي حضرتك بتسريها، النقط صح جدا، اللي هي ان ليه لازم يكون دبليو 2؟ لان دبليو 2 انت عندك مسؤوليه تجاه الناس اللي بتشتغل معاك بدبليو 2. Yeah. 1099 يعتبر اندبندنت، يعتبر مستقل. انت بتلزمه، انت كصاحب شغل لو بتشغل معاك حد 1099 انت تلزمه بهيلث انشورنس لنفسه وتمضيه على الريس لايبيليتي، انك انت ما عندكش مسؤوليه خاصه اتجاهه، وانك انت كمان تلزمه ان هو يقدم لك الوركر كومبوزيشن بتاعته. كانه مسؤول عن نفسه. بالظبط كده. لكن دبليو 2 انا مسؤول عنه. دبليو 2 هو صاحب العمل. وعلى فكره في برضه نقطه بس مش بصدد نشرحها، دبليو 2 كمان هل فول تايم ولا بارت تايم؟ لان البارت تايم ليك التزامات معينه والفول تايم ليك التزامات معينه. فدي موضوع تاني. وفي فرق بين التامين على الموظفين والتامين الصحي اشكرك جدا. داخله جوه الانواع. تمام. لاني الغلطه اللي الناس بتقع فيها الفكره ان الوركر كومبنسيشن ده فاكراه انه هيلث انشورنس. أيوة. لا ده مش هيلث انشورنس، ده اخطاء، ده اصابه عمل. لكن يعني من اول السنه دي في الزام عليك، انك الزام عليك كصاحب بيزنس انك انت تقدم حلول للموظفين بتوعك ان يبقى عندهم هيلث انشورنس، تجيبه لهم انت لو اكتر من 9 موظفين 10 موظفين، يا اما تدايركت زام ان هم ياخدوا كفر كاليفورنيا. لو كانوا اكتر من الشريحه، لو كانوا اقل من الشريحه بتاعت اللو انكم اللي هو محدودي الدخل، طبعا هيخشوا ميديكال. لكن طبعا. لكن لو اعلى من الشريحه دي فانت ملزم كصاحب عمل انك تدايركتهم، انك توجهه
ان يعمل كفر كاليفورنيا، يا اما تكون انت بتجيب له هيلث انشورنس. الهيلث انشورنس للعلاج، تعبان عنده سكر عنده ضغط عاوز يروح للدكتور عاوز يتعالج وما عندوش اصابه عمل. اما الوركر كومبنسيشن لايبيليتي انت مسؤوليتك بتاعه نتيجه اصابه العمل، نتيجه ده حصلت له اصابه. والموظف لازم يكون عنده الحاجتين الزاميا. لازم نشوف سايز الشركه عشان نشوف عليه الزام ولا لا. لكن لو الزاميا كمان في بعض الفندرز بيلزموا، يعني بعض الكونتراكتور والفندرز بيلزموا، في بعض الكونتراكتور لا، انا مش عايز غير جنرال بيلتي بس. يعني مثلا كيس كان عندي واحد بيفتح مطعم واللاند لورد الزمه قال له لا انا مش هاجر لك غير ما تجيب لي وركر كومبنسيشن. حتى انا سالته سؤال مباشر قال لي لا انا يهمني ان البيزنس بتاعه يكمل، ما عنديش استعداد ان حد يعمل له لوسو ويخسر البيزنس وانا اخسر الكونتراكت معاه. فدي كانت حته ذكيه جدا من اللاند لورد. طب حلو قوي قوي. طيب خلينا ندخل قبل ما ننهي حلقتنا يعني على الاخطاء. لا فاضل واحده، احنا شرحنا اربعه. هما خمسه. طيب اخر واحده، اللي هي البروفيشنال لايبيليتي. البروفيشنال لايبيليتي زي ما قلت الحلقه اللي فاتت اللي هي خطا العمل. البروفيشنال لايبيليتي خطا تسبب فيه حد من موظفينك او انت نفسك اتجاه العميل، دي في العيادات وفي الدكاتره وفي المحامين بنسميها بروفيشنال لايبيليتي. يعني مثلا كيس كانت عندنا واحده عالجت الكلب غلط، فطبعا الست اشتكت، فده طبعا خطا نتيجه النيرس، فالنيرس دي لازم نعمل لها حاجه اسمها بروفيشنال لايبيليتي. مثلا احنا كمثلا موظفين تامين مثلا او كاصحاب شركات تامين بنلزم البروديوسر بتوعنا يعملوا حاجه اسمها ايرور اند اوميشن اللي هي الاخطاء المقصوده وغير المقصوده. مثلا المحامين بيعملوا كده، كل ده بيتامن عليه، فلما يحصل خطا من اي نوع من الانواع دي التامين يغطيه. هو بس في حته مهمه اخت فيبي، يعني بصدد الكلام ده قبل ما نختمها، انه انت مش عندكش الزام انك تعمل الخمسه. انت كصاحب بيزنس ما عندكش الزام، انت بس تشوف احتياجك ايه. يعني مثلا افترض حضرتك عندك بيزنس بس ما عندكيش عربيه تستخدميها في البيزنس، مش هتحتاجي قطر خلاص، مش هتحتاجي. صح. ده مثلا بتشتغلي باي يور سيلف بنفسك وما عندكيش موظفين، مش محتاجه وركر كومبنسيشن الا اذا ساعات بيطلبوا. مثلا حضرتك مش ما عندكيش لايسنس وما عندكيش يعني شهاده، حسب الاحتياج وحسب النوع اللي انا فيه وده لازم متخصصين، عشان كده احنا موجودين. بالظبط. طيب دول الخمس انواع، دول الخمسه الفايف انس اللي هو فايف لايبل. كويس قوي قوي. الاخطاء يعني نكتب حلقتنا بالحته دي، ان في اخطاء كتير بيقعوا فيها العملاء، سواء يعني عن درايه او عن لا شائعه كده، يعني سواء بقصد او غير قصد يعني. تمام. فنتكلم عليها بحيث المشاهدين النهارده يعني يحتاطوا منها. تمام. هو من اهم الاخطاء الشائعه اللي احنا دايما شفتها، انا اثرت منها كتير عشان كده انا حاولت احطها في وسط الامثله. بس مثلا الخلط ما بين الوركر كومبنسيشنز مثلا والهيلث انشورنس، ده خطا شائع بيحصل. مثلا مثلا تلاقي واحد بيستخدم عربيته تجاريه ومسجله باسم الشركه وبيستخدمها في البيزنس، وتلاقيه عامل عليها بيرسونال انشورنس، ده خطا مثلا بيقع فيه الناس. لازم نديك ادفايس. مثلا ساعات من ضمن الاخطاء اللي بنشوفها، هل مثلا بيبقى محتاجين لايف انشورنس؟ الناس بتبقى عندها، لما بنيجي نكلم الناس على اللايف انشورنس واحتياج اللايف انشورنس جوه البيزنس بيتلخبطوا، بيبقوا فاكرين هل في علاقه ما بين اللايف انشورنس وما بين كنت هسالك عليه. تمام. انا خفت الوقت ما يكونش سامع. لا احنا معانا وقت وراحتنا. انا بحاول افيد الناس بقدر ما يمكن في طبعا يعني في فرق بين ان التامين على الحياه والتامين على البيزنس، ولا هما الاثنين حاجه واحده، ونتعاملوا ازاي. تمام. هو ده برضو زي ما قلت حاجة، احنا عندنا صعوبة نقول لك كل اللي عندنا، بس بنحاول نفيدك على قد ما بنقدر. احنا بندي الخطوط العريضة. تمام. بس طبعا في الاخر احنا بنقول للمشاهدين يتصلوا بيكم. اهلا بيهم. اهلا طبعا. وتتعاملوا معهم بطريقة شخصية. طبعا. وتساعدوهم في الحتة اللي هم محتاجينها. مكاتبنا مفتوحة واحنا اهلا بيهم في اي وقت. فايه الفرق بقى بين التأمين على الحياة والتأمين على البزنس؟ هو البيزنس ممكن يحتاج التامين على الحياه في بعض الحالات. عاده لو انت سمول بزنس او 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 فيري سمول بزنس، بتحتاج حاجه اسمها اللي هو بيسموه الكي بيرسون.
99% من البيزنس القائم على اشخاص محدوده بيبقى صاحب البيزنس هو الكي بيرسون. لو بعد الشر هو مش موجود البيزنس انهار وقع. فبنضطر نعمل له حاجه اسمها كي بيرسون، تامين على الحياه. لو هو حصلت له اصابه ومش هيقدر يكمل البيزنس، يدفع منين؟ يجي فلوس منين يدفع منين؟ لو هو توفى ولاده يروحوا فين بالبيزنس ده؟ البيزنس ده ديسترويد خلاص، انهار. صح. فلازم نعمل له حاجه ترم انشورنس يغطيه، بنسميه في انواع البيزنس كيبرز، كي بيرسون انشورنس، ترم انشورنس، كي بيرسون ترم انشورنس. ساعات بيبقى في شركاء مع بعضهم ويقول لك احنا شركاء، ده بنسميها بنعمل لهم سيل اند باي. يعني مثلا يقول لك اثنين اخوات، ايوه، ويقول لك انا لو توفيت انا مراتي واولادي هيعملوا ايه؟ انا مش عاوز حاجه من ولادي، مراتي يتعطلوا مع اخويا واخويا هيتعطل في البيزنس. بنعمل لهم حاجه اسمها سيل اند باي، بنعمل تامين متبادل. لو هو توفى مراته هو تاخد كل التامين الكامل اللي يوفيها بحصتها في الشركه. ده والعكس. والعكس صحيح. في نوع ثالث اللي هو مثلا انا صاحب شركه وعندي موظف وبعمل لهم كلهم تامين على الحياه، نتيجه ان هم لو يعني ممكن تعملها از ادفايز، از يعني نوع من انواع الميزه، وممكن كمان تعملها لان وفاه هذا الشخص ممكن تاثر على البيزنس بتاعك. يعني مثلا انا صاحب مصنع وعندي حد اللي هو المدير بتاع المصنع، لو بعد الشر توفى المصنع انتهى، هو الوحيد. فممكن اعمل تامين على الحياه لصالح الشركه. يطلع بقى من الدبليو 2 بتاعته ولا يطلع اكسبنسز، ده موضوع كبير. ده على حسب بقى كل حاجه. ده قصه حالتها. يعني احنا لو حضرتك حابه ممكن نشرح شرح كامل ايه العلاقه ما بين احنا يهمني بس الناس تعرف العناوين. امتى البريميوم الاقساط بتاعت اللايف انشورنس تطلع من الشركه، وامتى تطلع من فلوسه الشخصيه. ولو طلعت من فلوسه الشخصيه بيبقى نتيجتها ايه، ولو طلعت من الشركه تبقى نتيجتها ايه. يعني معلومه بسيطه كده على الماشي. لو طلعت من فلوسه الشخصيه الديس بينيفيت، الفلوس اللي هياخدها بعد الوفاه، تاكس فري. لو طلعت من ارباح، لو طلعت من الاكسبنس بتاع الشركه يدفع عليها ضرائب. يدفع عليها ضرائب. فالموضوع كبير، شرحه هيبقى متوافق، بس اتمنى ان احنا نكون قدرنا. لا طبعا نشرح. كتر خيرك، شكرا على المعلومات النهارده. لسه مكملين مع مشاهدينا في سلسله الحلقات بتاعتنا عن انواع التامين وحاجات تانية كتير هتقولها لنا المره الجايه. تمام. شكرا جدا على متابعتكم للحلقه. لسه مكملين في سلسله الحلقات بتاعتنا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه لنا في الكومنت على الحلقه تحت، والاستاذ سامي يقدر يجاوبكم عليه باذن ربنا. لو عندكم مواضيع تانية تحبوا نتكلم فيها من برنامجنا هنا مهاجر معاك، برضو اكتبوا لنا. نحب يكون في تفاعل كده ما بيننا علشان نعرف نخدمكم اكتر واكتر. الى اللقاء في حلقه جديده من